يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم نبي رب العالمين الصادق الهادي الأمين الطاهر الدم الذي للحق صار معلما للحق صار معلما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم احتار المشركون فيما يفعله في النبي وأصحابه، فدعوته تنتشر والناس يقبلون على دينه، وصبرهم وجلدهم ليس كمثله صبر، فقرروا قرارا خطيرا، قرروا أن يقاطعوا كل بني هاشم وبني المطلب مقاطعة كاملة، فلا يبايعوهم ولا يؤكلوهم ولا يجالسوهم ولا يخالطوهم ولا يناكحوهم، وكتبوا مقاطعة بهذا الأمر وعلقوها في جوف الكعبة، حتى دعا النبي على من كتب هذه المقاطعة فشلت يده وبدأت المقاطعة، واستمرت لثلاث سنين في شعب أبي طالب. كل بني هاشم وبني المطلب مسلمين كانوا أم كفارا يقاطعون حتى يسلموا محمدا فيقتله الناس، لكن أقرباء النبي صلى الله عليه وسلم عدا أبي لهب كانوا معه، واستمر الحال ثلاث سنين جوع وعطش، بل إن أهل مكة كانوا يستقبلون القوافل إذا قدمت مكة فيشتروا طعامهم وزادهم بأغلى الأثمان ويحرموها من بني هاشم وبني المطلب. ثلاث سنوات على هذه الحال، حتى إن أحدهم من شدة الجوع كان يأكل التمرة فيمص النواة يوما ويومين من شدة جوعه، بل أكلوا أوراق الأشجار ومات بعضهم، ارتفع الصياح، الأطفال والنساء، مات من مات، ضعف من ضعف، بل إنهم في يوم من الأيام كان بعضهم يجد جلدا فيأخذه فيحرقه ويطحنه فيأكله أكلا من شدة الجوع. حكيم بن حزام كان يهرب الطعام أحيانا لعمته خديجة، فإذا رآه أبو جهل ضربه ومنعه وفضحه عند الناس. نفد المال ونفد الزاد والطعام، خديجة كانت تنفق من حر مالها على حبيبها عليه الصلاة والسلام وعلى فقراء المسلمين، لكن المال نفد، لكن الطعام نفد، الجوع يشتد والعذاب يشتد، حتى أن بلالا كان يضع طعاما يهربه تحت إبطه لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ربما عاش الواحد منهم يوما كاملا بتمرة واحدة. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ أي فتنة أعظم من هذه الفتنة؟ ثلاث سنوات من الجوع والحصار في شعب أبي طالب. مرت ثلاث سنوات على ذلك الحصار الظالم، حصار بني هاشم، حتى قام رجل تلك في السنة العاشرة من النبوة، قام رجل اسمه هشام بن عمرو من المشركين، لكن ما كان يرضى بما يحصل،
فذهب إلى زهير بن أبي أمية قال: يا زهير، أترضى أن نأكل ولا يأكلون؟ أترضى أن نشرب ولا يشربون؟ إنهم أخوالك. قال: إنما أنا رجل واحد، ماذا أصنع؟ قال: أنا معك. قال: أبغنا رجلا ثالثا. فذهب الاثنان إلى المطعم بن عدي فقال له نفس الكلام، قال: إنما أنا رجل واحد. قال: نحن معك، نحن ثلاثة الآن. قال: أبغنا رجلا رابعا. فذهب الثلاثة إلى البختري ابن هشام وقالوا له نفس الكلام: أترضى أن نأكل والناس يجوعون ويموتون؟ قال: إنما أنا رجل واحد. قالوا: نحن أربعة الآن. فذهب الأربعة إلى زمعة ابن الأسود فصاروا خمسة، واتفقوا على أنهم إذا جاء الصباح أن يمزقوا تلك الصحيفة، صحيفة الظلم والمقاطعة. فقام الزهير أول من تكلم فنادى بالناس: يا معشر قريش، يا معشر قريش. فلما اجتمعوا قال: إنا لا نرضى بهذه الصحيفة الظالمة، أترضوا أن يموت الناس أمامكم؟ إنما بينكم وبينهم أرحام. فإذا به يقول: سنمزق هذه الصحيفة. فقال أبو جهل: كذبت والله، هذه الصحيفة لن تشق. فقام زمعة ابن الأسود قال: بل أنت كذبت، هذه صحيفة نبرأ إلى الله منها. وقام المطعم بن عدي قال نفس الكلام، وقام البختري بن هشام، كل الخمسة تكلموا بنفس الكلام. فقال أبو جهل: هذا أمر قضي بليل، هذا أمر قضي بليل. فإذا بهم يقومون ليمزقوا الصحيفة وأبو طالب جالس ينظر إليهم. وبنو هاشم الآن قد رجعت إليهم الروح مرة أخرى، هناك من قام ينصرهم ولو كانوا فجارا كفارا. فقاموا ليمزقوا الصحيفة فرأوا أن الصحيفة قد ذهبت وأكلتها دودة الأرض، أكلت الصحيفة كلها بنفسها، أرسل الله إليها من يتلفها، أكلت كلها إلا اسم الله فيها، باسمك اللهم لم يمس، وكل كلمة فيها اسم الله لم تمس. أما بقية الصحيفة فقد ذهبت واندثرت، وبهذا نجى الله عز وجل بني هاشم ورفعت مقاطعة الظلم عنهم. لا زال المشركون يسبون النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والرب عز وجل يدفع عنه أذاهم وسبهم. كلما تكلموا عليه نزل القرآن يطمئنه. رجل اسمه الأخنس ابن شريق، بذيء وقذر اللسان، سب النبي سبا كثيرا قبيحا، فأنزل الرب عز وجل فيه: ولا تطع كل حلاف مهين. هو المهين هماز مشاء بنميم، مناع للخير معتد أثيم، عتل بعد ذلك زنيم. رجل آخر من كبار المشركين اسمه النضر بن الحارث، أخذ قصصا من فارس فجاء في مكة يقصه على الناس وهو يقول: ما عليكم من محمد وكلامه، أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. وأخذ يقص على الناس القصص، سمع القرآن لكنه ما آمن به وهو يعلم أنه حق، فأنزل الله فيه: ويل لكل أفاك أثيم، يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها، كأن في أذنيه وقرا، فبشره بعذاب أليم. وهكذا كلما تكلم رجل منهم نزل القرآن يثبت قلب النبي. أبي بن خلف جاء بعظام بالية إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال بعد أن فتتها: أتزعم يا محمد أن ربك يجمعها؟
ثم يعيدها ويبعثها ويحاسبها؟ قال نعم نعم يا أبي والله الذي لا إله غيره، ليجمعنها ثم يبعثك ثم يحاسبك يوم القيامة ثم يدخلك جهنم. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا، إذا الشجر الأخضر جعل لكم منه نارا فإذا أنتم منه توقدون. أليس الأمر أسهل أن يعيد بعث من خلقه جل وعلا؟ أما أبو جهل رأس الكفر فقد جاء إلى أصحابه فقال يزعم محمد أنكم ستأكلون من شجرة اسمها الزقوم، ثم أقسم قال والله لنتزقمها تزقما، يستهزئ على الزقوم. فأنزل الرب عز وجل إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ادفعوه دفعا إلى قعر جهنم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق يا أبا جهل ذق ذق إنك أنت العزيز الكريم. ألم تكن عزيزا في قومك كريما فيهم؟ الآن ذق من الزقوم الذي كنت تستهزئ به. أكثر من هذا جاءهم عليه الصلاة والسلام فقال لهم يا قوم أعلمكم كلمة واحدة أطلبها منكم، كلمة تدين لكم بها العرب والعجم جميعا، كلمة واحدة فقط قولوها. فقال أبو جهل وأصحابه وما هذه الكلمة التي ستدين لنا بها العرب والعجم؟ لنقولها ونقول معها عشر كلمات إذا كانت العرب والعجم تدين لنا بكلمة، نقول عشر. قال قولوا لا إله إلا الله، آمنوا بالله وحده، واكفروا بما سواه. فقال المشركون بعد أن صفقوا بأيديهم قالوا سيجعل الآلهة كلها إلها واحدة، هذا أمر عجب، تدين لنا العرب بهذه الكلمة. وانطلقوا وهم يقولون هذا، أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. أوصافهم، أعمالهم، كلامهم، سبهم وشتمهم يرد الرب عز وجل عليه من فوق سبع سماوات. ولا يأتونك بشيء إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. الرب عز وجل يرد عليهم بكلام حق وأحسن من حديثهم. يوم من الأيام كان النبي يطوف بالبيت فجاء إليه عصبة من المشركين فقالوا له يا محمد اسمع ما نقول لك وما نعرضه عليك. قال ماذا تقولون؟ قالوا له ما رأيك يا محمد، تعبد إلهنا ونعبد إلهك، أنت تعبد ما نعبد ونحن نعبد إلهك، فإن كان الذي عندنا خيرا من الذي عندك أصابك من حظه ومن خيره، وإن كان الذي عندك خيرا من الذي عندنا أصبنا حظنا منه، يعني نشترك كلنا في العبادة. فنظر النبي إليهم قال أتعلمون ماذا قال الرب عز وجل؟ قال وماذا يقول ربك؟ قال اسمعوا ماذا يقول ربي، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون
ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. جاءوا إليه يقولون انظر إلى خباب وعمار وبلال والفقراء والمساكين. جاء إليه الأشراف قالوا له اطردهم نجلس عندك. فأنزل الرب ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. هكذا كان القرآن يثبت قلب نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. مرض أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم واشتد به المرض حتى اقتربت ساعة وفاته، فجاءه النبي مسرعا عنده جالس يريد أن يلقنه الشهادة قبل أن يموت، فلم يكن قد قالها، وكان عنده في المجلس وأبو طالب مستلق على الفراش أبو جهل وبعض المشركين، والنبي عند رأسه يقول له يا عم يا عم قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، قل لا إله إلا الله. وعنده أبو جهل ينظر إلى أبي طالب وهو يحتضر ويقول له أترغب عن ملة أبيك وأجدادك؟ أترغب عن دينك ودين آبائك وأجدادك؟ والنبي يقول له يا عم يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فإذا بأبي طالب ينظر إلى أبي جهل وإلى ابن أخيه لكنه آثر دين آبائه وأجداده، فقال أنا على ملة عبد المطلب، وعلى ملة عبد المطلب، وغمض عينيه وخرجت روحه ولم ينطق بلا إله إلا الله. يا الله كم حزن رسول الله، دمعت عيناه وحزن على الرجل الذي وقف معه سنوات وهو يصد المشركين عنه ويدفع عنه أذى كفار قريش، الآن خرج من الدنيا ولم يستطع أن يهديه للإيمان. فأنزل الرب عز وجل إنك لا تهدي من أحببت، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله، ولكن الله يهدي من يشاء. قال عليه الصلاة والسلام لأستغفرن له ما لم أنه عن هذا. فأخذ يستغفر لعمه أبي طالب حتى أنزل الرب عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، أي لو كانوا أقرباء لهم، لا يجوز أن يستغفروا لهم، ادعوا لهم بالمغفرة والرحمة. هنا انقطع النبي عن الاستغفار لعمه. سئل بعدها بسنوات ماذا صنعت شفاعتك لعمك يا رسول الله؟ قال إنه في ضحضاح، أي في طرف جهنم، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. هنا توفي عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يستطع حتى أن يهديه للإيمان، فخيم حزن شديد على قلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مضى شهران أو ثلاثة
على وفاة عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبي طالب، والهم والحزن لا زال يعتصر قلب النبي حتى دخل شهر رمضان من السنة العاشرة من النبوة، وإذا بزوجته خديجة رضي الله عنها أم المؤمنين تصاب بمرض فيقبضها الرب عز وجل. أي ألم هذا؟ أي حزن هذا؟ وفاة عمه ثم وفاة من؟ رفيقة دربه، إنها خديجة، إنها المبشرة ببيت في الجنة، إنها أول زوجات النبي التي واسته ووقفت معه 25 سنة، رفيقة دربه. فجأة بعد فجيعته بعمه أبي طالب الآن يفجع بمن؟ بخديجة رضي الله عنها. يقول: آمنت بي حين كفر بي الناس، وصدقتني حين كذبني الناس، وواستني بمالها حين حرمني الناس، ورزقني الله منها الولد وحرم غيرها. إنها من؟ إنها خديجة رضي الله عنها. الله أكبر. عندما يفقد النبي صلى الله عليه وآله وسلم عمه الذي كان يؤازره، ثم زوجته التي كانت تواسيه بكل شيء، أي حزن هذا أصاب النبي؟ سمي ذلك العام بعام الحزن، حتى أن مشركي قريش ما كانوا يتجرؤون على رسول الله كما تجرؤوا في ذلك العام بعد وفاة عمه على الخصوص أبي طالب، حتى أنه دخل يوما من الأيام وقد حثى أحد الناس، أحد السفهاء، التراب عليه، فدخل في البيت فكانت إحدى بناته تغسل التراب عنه وتبكي، فنظر النبي إليها وقال: يا بني لا تبكي، فإن الله مانع أباك، فإن الله مانع أباك. لكن أي صبر هذا سيصبره النبي على وفاة خديجة التي بدأت معه منذ بداية دعوته، بل قبل بعثته كانت تواسيه وتقف معه. طالما آذاه الناس وصبرته خديجة، طالما اعتدى عليه السفهاء وواسته خديجة، طالما ضاقت به الدنيا بما رحبت، فكانت خديجة هي الملجأ بعد الله عز وجل. الآن فقد هذا الحضن الدافئ، وفقد تلك الرحمة التي كانت في بيته. إنها خديجة قبضها الرب إلى جنة عرضها السماوات والأرض. أي دمع سال من عين الفصول، أي حزن، أي ليل أو ذهول، أي جرح في الحنايا يا رسول، أي جرح في الحنايا يا رسول. ذاك عام الحزن يطغى والنحور، إنما الدنيا ولو طالت تدور، إنما الدنيا ولو طالت تدور. في غد بشراك طه بالوصول، أي دمع، أي دمع سال من عين الفصول، أي حزن، أي ليل من عوده، أي حزن، أي ليل عوده. في نفس السنة العاشرة من النبوة تزوج النبي بعد خديجة رضي الله عنها أرملة اسمها سودة بنت زمعة، أول امرأة بعد خديجة. وفي نفس تلك السنة بعد أن أصابه الحزن وبلغ أشده، قرر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يذهب إلى الطائف يدعو أهل ثقيف إلى الإسلام. ربما استجابوا إليه، ربما قبلوا منه دعوته، فذهب إلى قاداتهم سادات ثقيف عبد ياليل وحبيب ومسعود، فدعاهم إلى الله جل وعلا. فقال أحدهم بكل وقاحة وجرأة، والنبي قد مشى إليهم هذا الطريق الطويل عبر الجبال يسير بمفرده معه مولاه زيد بن حارثة، فلما وصل إليهم قال أحدهم: أمرط، أي أمزق ثياب الكعبة إن كان الله بعثك. يستهزئ بنبينا.
وقال الآخر: أما وجد الله غيرك ليبعثه؟ بكل وقاحة يتكلمون. قال الثالث: لن أرد عليك، فإن كنت صادقا أصابني ما وعدتني به، وإن كنت كاذبا أنا أكبر من أن أرد عليك. قال: فإن لم تستجيبوا لا تجرئوا علي قريشا وأنصارها. فجرأوا عليه السفهاء والعبيد يرمونه بالحجارة، فأدميت قدماه وزيد يصد عنه، فخرج من الطائف حسيرا كسيرا مهموما مغموما، فلم يستفق من شدة همه إلا بقرن الثعالب، ودعا بدعائه المشهور، رفع يديه إلى السماء يقول: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين يا رب المستضعفين، إلى من تكلني؟ إلى عدو يتجهمني أم إلى قريب ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، لكن عافيتك أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن ينزل علي غضبك أو يحل علي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. أخذ يدعو بهذا الدعاء الأليم ويبكي عليه الصلاة والسلام. أي هم أصابه، أي غم حل به، أي عذاب تعذبه، مشى كل هذا الطريق ثم رموه بالحجار. رموا من؟ أدموا قدم من؟ ينظر إلى قدمه وهو يقول: ما أنت إلا إصبع دميتي، وفي سبيل الله ما لقيتي. من رأف لحاله؟ رجلان من كفار قريش، من سادات قريش، عتبة وشيبة ابن ربيعة، نزل عند حائطهما، فلما رأياه أرسل غلاما عندهما اسمه عداس، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أرسلاه بعنب، فلما أكل النبي قال: بسم الله، ثم سأله: ما اسمك؟ قال: اسمي عداس. قال: ما دينك؟ قال: أنا نصراني. قال: من أين أنت؟ قال: أنا من بلد اسمها نينوى، بلد في العراق. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من نينوى؟ بلد الرجل الصالح يونس ابن متى نبي الله. قال: وما أدراك بيونس؟ قال: أنا نبي وهو نبي، نحن إخوة. أنا نبي وهو نبي، نحن إخوة. فقال عداس: أنت نبي؟ قال: نعم. فانكب على بطن النبي يقبله وهو يبكي، فإذا بعتبة يقول لشيبة: انظر إلى صاحبك أفسده محمد، يا عداس تعال. فلما رجع قال: ما صنعت؟ قال: هذا خير من يمشي على وجه الأرض اليوم، هذا نبي الله. فقال عتبة لعداس: دعك منه يا عداس، فإن دينك خير من دينه، صد عن سبيل الله وصبر من نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. انطلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم مهموما مغموما، يقول: فلم أستفق إلا وأنا بقرن المنازل، قرن الثعالب. يقول: فإذا سحابة فوقي، وإذا بجبريل عليه السلام يسلم علي، فرد النبي عليه السلام. يقول: فقال لي جبريل: هذا ملك الجبال يسلم عليك. فسلمت عليه، فقال لي: مره أي يا محمد بأمر واحد منك، فليطبق عليهم الأخشبين، جبلا مكة بأمر منك يسقطان على أهل مكة وينتهي كل شيء. فرفض النبي مباشرة، قال: لا لا، ولم لا؟ فقد آذوك وأخرجوك وعذبوك. قال: لا، إذا لم يؤمنوا. قال: أرجو أن يخرج الله من أصلابهم، أولادهم، أحفادهم، من يعبد الله ولا يشرك به شيئا، إنما أنت رحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. كيف عذبوه وكيف يرحمهم؟ ثم انطلق النبي، فأرسل الله له خلقا من خلقه. إذا كان البشر لا يؤمنون،
إذا كان البشر فيهم شر كبير فإن من الجن من فيه خير يا محمد. أوحى الله إليه أن سيأتيك جن وفد من الجن من نصيبين، هذا وفد من الجن يريدون أن يستمعوا للقرآن، وما خلق الله الجن والإنس إلا ليعبدوه. فجاء الجن وقد حل الليل، فأخذ يقرأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليهم سورة الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن. أول ما قرأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم سورة الرحمن فإذا بالجن يقول بعضهم لبعض: أنصتوا، اسكتوا، اسمعوا للقرآن. بعضهم يسكت بعضا يستمعون للقرآن، حتى وصل خلق الجان من مارج من نار، فبدأوا يستمعون القرآن يتحدث عنهم. ثم سألهم الرب الجن والإنس: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فقالت الجن جميعا وقد تأثروا وتدبروا، قالوا: لا نكذب بآيات ربنا، لا نكذب بآيات ربنا. إذا كان أبو جهل يستهزئ، إذا كان عقبة يسب، إذا كان المشركون إذا تكلم النبي بالقرآن آذوه، فإن من الجن من فيه خير يستمعون وينصتون. فلما حضروه قالوا: أنصتوا. أول ما سمعوا القرآن ماذا قالوا؟ قالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا. هذا القرآن عجيب، يهدي إلى الرشد فآمنا به، ولن نشرك بربنا أحدا. فرح النبي بإيمانهم وإسلامهم، وفد كامل من الجن لم يسلموا فقط، بل أسرعوا إلى قومهم دعاة مبلغين، كل هذا تسلية لرسول الله. فلما قضي، وسألوا النبي أسئلة في دينهم وفي أحكام شريعتهم، فلما تعلموا الدين من رسول الله أسرعوا إلى قومهم ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا: يا قومنا أجيبوا داعي الله، أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. اقترب النبي إلى مكة، قال زيد بن حارثة: كيف تدخلها يا رسول الله؟ إنما يريدون قتلك، إنما يريدون إيذائك. فأرسل النبي إلى المطعم ابن عدي، وكان مشركا، أنه يريد جواره، فأجاره المطعم. كانت العرب عندهم هذه الأخلاق، مع أنه كان مشركا إلا أنه أجار الرسول، وأمر أبناءه أن يتسلحوا بسلاحهم. فإذا بهم يستقبلون النبي المطعم مع أولاده وكانوا مشركين، فأحاطوا بالنبي إحاطة والسلاح بأيديهم. فلما رآهم هكذا أبو جهل النبي يطوف بالبيت وهم يحرسونه مع أنهم مشركون، قال أبو جهل: أصبأت يا مطعم؟ أأسلمت؟ قال: لا، لكن رسول الله، لكن محمدا أجارني فأجرته. فقال أبو جهل: ونحن نجير من أجارك. فرجع النبي إلى مكة يدعوهم مرة أخرى إلى ربه عز وجل. كالنور في جنح الظلام جاء الحبيب إلى الأنام، هديا يضيء دروبهم وكأنه بدر السماء. كالنور في جنح الظلام جاء الحبيب إلى الأنام، هديا يضيء دروبهم وكأنه بدر السماء. لمحمد خلق عظيم وبحبه من لا يهين، والله جل جلاله صلى عليه وسلم. لمحمد
خلق عظيم وبحبه من لا يهيم والله جل جلاله صلى عليه وسلم صلى عليه وسلم.